السلام عليكم احبابنا. اليوم انا رايح نحكي على اجيح سوجي درته في حياتي. انا نحكي لكم على هذاك الله يسترنا ما لقيتش كيفاش نقولها لكم على مي كاينين عباد ولاو يقولوها نورمال هكذا بصح شنو هادي غير كيما باسكو بكري شده في الله بيبي الله يعطيك الصبر. واش كاين غير الخير ان شاء الله؟ خلات وليدي الله هو اكبر مات. يا ريت لو كان غير مات قبل ما نكتشف عليه باللي يحب طفله. الله هو اكبر يا جبت الله. انا وليدي يدير هكذا 35 سنه وانا مزوج مع يمه رمزيه وما نحبهاش. هو في عمره 25 سنه يدير هذا الشيء. هذا جاب لك العار هدايا. شوف استكلف انت بالجنازه وخبر كاع الفاميليا. وقتاش نقتلوه؟ وقتاش؟ اليوم العشيه اللي كيبان لك في لابلاصه تم يوجدوا فيك العفساوين شغل اللي يشنقوه. اليوم العشيه نقتلوه، غدوه مور ظهر الجنازه قسم ما يلحقوا الفاميليا. بركي من ممنوع تقول هذه الكلمه بكري. خويا البركه فيكم شي صبر برك. هاوليك بابات الطفله اللي كان وليدك. سمحوا لنا يا خويا سمحوا لنا وسخوا لنا الاسم تاع الفاميليا. انا الطفله تاعي البارح اللي كليتها بها بجنازتها. بصيتو شحال من خطره وانا نقول له وين يكونوا زوج حروف هادو الحاول با ما تدورش. خطره شرا حب الملوك قتلته بالضرب باسكو فيها الحب. شو الحليب وقلت له ما تشريهش. ايماجيني نروحوا للاموليا ماشي يتلاصقوا دوك زوج حروف يولي يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اي سي بور سا اللي بكري ما يجوزو تشي تحبوا. ايه ماشي كيما دوكا. دوكا رابيد بزاف. هذا وين سبوتيت هاي اللي كاي جات هيو الزين. هذا مخطوب ولا يستنى فيه؟ هاك ماركي النمير. على بالك الحاجة اللي عجبتني فيك هي العقلية. عقليتك هايلة. جامي نسمح فيك. على بالك حبيت نقول لك حاجة بصح شبت. قولها نحبك. مرتي واش راكي حابة نسمو ولادنا؟ إلا طفلة نسموها على ماماك وإلا ولد نسموه على باباك. ياك انت راجلي قلت لك ما تروحيش للعرس تاع فاميلتك هكذايا. ما نخدمهمش انا هادو ما كاش خرجه. تبدلت كامل ماشي هكا عرفتك. ما نديرش الحلوه للرجال في العرس تاعي. واش راك حايب يقولوا عليا الناس؟ مازلنا في الناس. شوف يقول لك حاجه من هالدقيقه ما كان والو بيناتنا. كرهت حياتي انا خلاص. نوكل عليك ربي هكا تمسخروا بنات الناس. بون فلالجيري العلاقات تاع هذاك الشيء مبنيين جينيرالمون على حاجه واحده الحديد. واه صافا شحال ساعه ديجاج. ايه صافا لاباس وانت؟ شويه برك. لازم تفرغ لي قلبك. واش رايك نروحو نحبسو الطوموبيل باش ما يديرونجيوناش الطوموبيل؟ اباك هذا مفتاح الدوبل تاع صاحبي سلفه لي برك. اي نفرغ لك قلبي ابي باتشو ديجاج. قالو خصني هم ايسي بور سالي. الواحد قبل ما يحب لازم يخير مليح باسكو كاين بزاف انواع تاع الفتيات في الجزائر. خيرت لكم خمسه منهم. تقع الجزائر في شمال افريقيا وهي دولة ديمقراطية غنية بالموارد البشرية. تعرف فتياتها بالتنوع الثقافي. النوع الاول فتاة لاكلاس او المتحررة لواحد ما يحكم فيها. معروفة بجمالها الغير طبيعي حيث أنها حتى لو لم تكن جميلة تولي تبان جميلة بفضل الأموال تاعها وبفضل سيارتها الفخمة. مع فتاة لاكلاس يظهر الرجل الجزائري الماتيرياليست. تتشرط كثيرا لا تقبل بنامبورتوكي. في غالب الأحيان يكون باباها حاجة خشينة. تحب لفواياج والديستيناسيون أوروبا تبان لها كلي ما كان والو. لا تقبل بقعدة أقل من صالون دوتي وشيشة شيك تصرف فيه ما يتراوح بين 4000 إلى 10000 دينار في القعدة الواحدة باش تبين روحها. تتميز أنها يدور بها بزاف الحلابين وفي كثير من الحالات يتضاربوا على جالها. تلبس غير الماركة وتدير العطر تاع زوج ملايين فما فوق. تستقام حوالي 20 مليون في الشهر. ومن هنا نستنتج أنها ماشي تاع واحد شهر وإنما تاع واحد باباه كذلك حاجة خشينة. نوع آخر انتشر بشدة هي فتاة المافيا ياخو. حتى إذا كانت شابة تولي تبان ماشي شابة بسبب لباسها الرجالي. تتكلم بالرجلة. سون ستيل دو ماك هم أصدقاء الرجولة أو ما يعرف بصحاب الرجلة والذين يضربون بالموس. تشترط في من يحب أن يلبس الإير ماكس والسيرفات لاكوست. أفضل المهن التي تتمناها في شريك حياتها هي أن يكون إما حراسة مواقف السيارات أو سرقة الهواتف النقالة.
أو بيع الزطلة، وتعرف هذه الفتاة بالنعدام الرومانسية. واش يا لزام، وين كنت الحومة؟ جبيت جدك يا واسمك ما كيش تعقلي، كانت عندي حسيثة في الحومة الفوقانية. وياك فرشني فرد، دقيتو بالموت. مهبول انتي يا بك، قتلتو هو فاميلتو. اسمع يا بالك، اسمع كي قتلتو جوني شي ما شاعر، حبيت نقول لك جو تام. يا اخي حلاب يا اخي، شبيك راك راجل كبير تهضر هضره كيما هادي، شبيك؟ تعرف انها تحب الضرب، وبالاستماع لهذوك الاغاني الجزائرية اللي فيهم السبان. نوع اخر خطير جدا انتشر بقوة في السنوات الاخيرة هي فتاة السكنات الاجتماعية، او ما يعرف في الشارع بفتاة السوسيال، وهي من سلالة دجاج العرب، او ما يعرف بجج عرب. عندما تتكلم بالعياط، وتعرف بأنها تكوف نفسها. أن تكون زوالي مش عيب، فالفقر لم يكن يوما عيبا، ولكن فتاة السوسيال تحشم بفقرها وتلعبها لكلاس، وهي في الصح ما كان والو. شوف صندلة تاعي، سبحان الله تقطعت لي دوكا. أوه، ماشي كانت مقطعة مصباح، ما فيها والو، نورمال. شو لا لا لا، قالوا مقطعة مصباح، عين بي أنا يا حقا ما قلتلكش لي فاكونس تاع العام اللي فات رحنا لإسبانيا، وهاد العام قلت لهم نروحوا لبرشلونة. صح، كيفاش هادية؟ وشنو كيفاش سهلة؟ شوف، برشلونة جاية قدام فرنسا، وليسبان جست قدام طاليان. في الحقيقة أفضل تحويسة لفتاة السكنات الاجتماعية كانت نهار الصولد في أرديس، أو في السونر كوميرسيال تاع باب زوار. هذه الفتاة تخرج مع شحال من واحد في وقت واحد، حيث أنها ترشق مع أي واحد يجي في طريقها. تعرف بالألوان الغريبة في ملابسها والمنبثقة من قوس قزح، وتعرف بقدرتها الخارقة باش تدير لابريسيون، كما تعرف بالقوالب حدة تاع بكري. ينصح من يدور مع هذه الفتاة ألا يخلط فيها كثيرا، لأنها تلصق بزاف وتسكن لك في رأسك وتدير لك سمير في أي لحظة. شوفي ما فيها والو، نتفارقوا ألم يا بالنورمال. ألم يا أم كيف هذا ألم يا مكش نملية، والله غير نجيب لك خاوتي يا ناس، الله تشوفوا ألم يا والله غير كره لك حياتك تولي تنومني. يا لطيف. نوع آخر من الفتيات العاقلة والبنت فاميليا، ولكن دير كلش من التحت إلى التحت. يصنفها بعض الخبراء أنها من فصيلة جاج تريسيتي، نظرا لخفتها الفائقة. من أفضل أنواع البنات، لأن السيد اللي يكون معاها يكون مرتاح، لأنها تدير كلش ولكن مر ظهره بلا ما يفيق، تماما كما يدير هو. على كل حال، تجد هذه الفتاة تدير لامام شوز مع عدد معتبر من الرجال باش تكتر لاشونس تاعها في الزواج. وإذا ما تزوجتش مع اللي تحبه بزاف، في لمح البصر ترومبلاسيه بآخر كانت تحبه غير شوية برك، وتستعقل مباشرة بعد الزواج. آخر نوع من الفتيات الفتاة السمبولي، أو الفتاة العادية جدا، تجدها متوسطة في كلش. بالنسبة للزين تجدها مشي شابة بزاف، ولكن مشي مزعوقة، أو ما يعرف في الشارع بمينيونة. مشي ريش ولكن مشي فقيرة. في العقلية تجدها أنتيك، وتجد نيتها مليحة، تعرف بالتوسط في كل شيء، كلش فيها موايا. تشتري ألبسة بسومة موايا، تتكلم بصوت متوسط، ومن قوة موايا الطيب غير بسميد موايا. تعرف بأنها فيدال وبأنها ناس ملاح، وتجبرك على أن تكون معها السامبا، لأنها ما تدير لك حتى حاجة مشي مليحة. في غالب الأحيان تجدها مخطوبة، لأنها تطير على البكري، فهي أفضل أنواع الفتيات. أبري ما تخير النوع اللي راك حابه، تجي مرحلة واحدة أخرى اللي هي مرحلة لدراج. تاكليش مينجو ها؟ إيه يا أخويا حميدو، هذيك بكري، دوكا لو كانت تقولها تاكليش مينجو. تاكليش مينجو شخي جايح يا أخي، راه كبير راه دي حكاية كورة. بون، لا دراك هذه على كل حال فن، وفيها بزاف لي تكنيك، وشنو ماش حاب ندخل فيها بزاف باش ما نشجعوش عليها. بصح انا واش ريماركيت سيكو ولات فيها بزاف لا فيولونس. يا اخي قديمه استغلا تكنيك يا اخويا. هاي ما سرق ماشي سرق، راني النيميرو دوك نخسر لك وجهك. انا ماتش او يا اخي الزبل، يا اخي خرا سوسيال. فهاد السوجي ماشي غير رجاله، ميمام البنات يحيروني. رغم أنها تظهر لك أن عينيها في الأرض، ولكن لم يستطع العلماء فهم القدرة العجيبة على الرؤية ل 360 درجة، حيث أن لها القدرة باش تسكاني السيد حتى لو كان خلفها.
زعما سمعنا باللي راحين يديروا قانون يعاقبوا به هذوك اللي يدراقيو في الطريق. بصح شنو ما يعاقبوش البنات اللي بروفوكيو؟ نو، هذيك شغل ليبرتي نورمال. انا على كل حاجه جبونس با راح يجي النهار وين بنادم واحد في الجيري راح يخاف من هذا القانون. هذيك القانون واش بيه؟ يا لو كان ماشي القانون هذا كان قلت دوماج يا. وانتو اللي كانوا كان زعما صح يديروا هذا القانون جاب لي ربي البنات هما اللي يوليو يديمونديو تولي هكذا. واش الزين انت اللي غنت عليك من ساعه جرام؟ واش بيك نورمال؟ واش بيك؟ ما عندكش خوك، ما عندكش خوك تخافي عليه يديروا له هكذا في الطريق؟ ربي يهديك ما تحشموش. في خيق قديم. دوك على كل حال كاين دي تكنيك جدد باش تعرف على طفله ماشي غير في الطريق مي سورتو في الفيسبوك. بصح شنو كاين هذا البروبليم صغير؟ شوف شوف يا بي والله غير شابه يا هاي جايه واش بيك عباك والله غير جامي شفت وحده شابه كيما هذه. بصح تصورها في الكودي كاع مكتوب فيهم ريتيريكا يا هاي جات هذه هي شابه يا يمه الله اكبر تخلع ابري ما تجوز هذه المرحله نلحقوا لا ريلاسيون تاع هذاك الشيء وبيان سيور ما تقدرش تكون ريلاسيون بلا كذب. جامي في حياتي هدرت مع واحد انت هو الاول اي لو سول في هذه الدنيا اللي نهضر معاه هكذا. على بالي بالاكسبيريونس تاعي فقط باللي جامي هضرتي مع راجل. اون بلوس دو سا تو سي تري بيان بلي هضرت معاك على جال عقليتك ماشي على جال ماتيريال. باينه هذه واش بيك كي تشوفي فيا كافي كيفاش اللي جينا منها ولا الكذب زعما تاكيد ضربو. نوكل عليك ربي وانا نحس روحي مخنوقه حيدوني للسبيطار. سبيطار هاي قلبي ما بانا مانيش مليح. اني جاية ماما اني جاية اها كوباتا اسمع هاي جيب لنا البلاي نديرو فيها بارتي. لي ريلاسيون تاع الحب عندنا معروفين بحاجة سي كو ماكاش كامل الرومانسية مي كيفاش تكون الرومانسية في بلاد فيها شمادي يا عيانة قاعدك واش كنت نقول لك اي لوف يو يا مي الرومانسيه هادي احنا نعرفوها غير في لي فيلم. حبيت انا نكبر معاك خلقني رب العالمين ما فهمتش انا في لي فيلم زعما يبداو يدوروا ويدوروا ومن بعد نورمال يروحوا يتعشاو انا سيتها خطره تصاوب شنو ما راحش نتعشى. دوخه دوخ ما فهمتش انا صوتك ويجيني منا وراني نشوف فيك منا كي منا. التوسويس هي اهم حاجه تميز علاقه في الجزائر. راكي اون اتونتا تباكي تهضري مع مراد يا ودي على البليصه تليفون كان في الشارجور. شارجور باين باللي مراد هو اللي شرا لك الشارجور هذا. واش خداك ياو وصاحبتك هذيك واش بيها زعما في فيسبوك تكتب الرجال سواسيه اي عليا ديجا نقول قولي لي درتي له جام في التصويره تاعو المراد يا اختي. والله ما درت له جام بصح كنتي ناويه ديري له كنتي ناويه اي سورتو بالك تغلط ودير زوج حاجات هما اسلحه الدمار الشامل في الجيري. درتي لي في في الميساج تاعي وما ريبونديتي ليش ايه الفي بصح الفي فيه قوالب لا كونيكسيون برك راحت لي كابابل جوز ماشي كيما السلاح الواعر. يا ربي واش صرا يا ربي واش كاين بعث لي هذيك اليد الزرقاء مي ممنوع تبعت هذيك اليد. كاين كاتيجوري تاع هذوك اللي طايحين ما يحلبوش بصح هما سي تو بلي يا عمري علاه سمحي لي ايه كوبات لي في وجهي هذه واش بيماك واخيرا كي حابه اختي جدي اخي الصامطه يا اخي توم ما يحلبش مريض انت هبلتني يا خويا تقول لي في تليفون نحبك عباك تحلل فيا تبكي تبكي هكذا وانا ما حلبتهاش يا الزوم يا الراجل كي عيا من لا ريلاسيون ويحب يكوبيها يبدا يحوس على السباير مين نيمبورت كان سبه وين راكي راني في الشومبره تاع خويا. كيفاش تبدلي الشومبره بلا ما تقولي لي تسمع راك تشرشي لي دوكا راني نشرشي وليتي ترجع لي الهضره اي سي بون ما كان والو بيناتنا باغ كونتخ الطفله كي تحب تكوبيها سهله يسيفي برك تنطق الكلمه اللي هلكت الامه عباك راني نخمم نخلص لك فواياج لا تايلاند باش تروحي تحوسي شويه. نحبك نحبك كيما خويا. هما البنات لو كان نتبعوهم ماذا بهم يكون عندهم واحد كيما انس الانسان المسالم. انس انسان حساس ومرهف الحس يحب كثيرا فتاة الاحلام تاعو
كلش يفكرني فيها، نشوف زهرة نتفكرها، نشوف ساشي هكذا يطير نتفكرها، حياتي كامل مربوطة بها، وأنا أتعامل معها برقة وبكل حنان، وأغني لها كل يوم أغنية كادم ساهر شيكورتي حبيبتي. أنس دايما يدي الكف من عندها، ولكن رغم ذلك ما زالوا يحبها. اي لافوت تاعي انا من ذاك نتقبها، لذلك نستاهل وراني فيار كيف ضربني. تعرف نوصلها دايما عند الحفافه ونستناها ربع سوايع، وطبعا انا اللي نخلص كلش، ونفليكسي لها يوميا حوالي 200 الف تساوي شنو، كي تعيط لي نكوبي لها ونعاود لها، باش شغل هذوك الدراهم اللي نمدهم لها تخذي بها صوالحها. انس حلاب كبير، كي عيط لها وما تريبونديش يبكي بكاء مريرا. Je sais pas pourquoi, بصح تغيضني عمري كي ما تريبونديش عليا في التليفون. الحبال. أنس حاول الانتحار 5 مرات كي ما تريبونديلوش في التليفون. كتبت في الدخلة تاع الحومة أنس زائد أم تساوي قلب تاع حب. أنس يكتب لها الشعر، في بعض الأحيان يسرقه من جوجل ويبعته لها في برية. حياتي كامل وانا في دال، ما نهضر مع حتى مرة احتراما لحبيبتي. خطرة برك هضرت مع يما، ويا ليتني ما هضرتش معاها، حسيت روحي خنت حبيبتي، مما تسبب لي في صدمة عاطفية. 3 شهور وانا نداوي بزيت الزيتون، ومن بعدها لاباس شوية. انس انسان حمار، من فضلك لا تكن مثل انس. ميلحقنا لواحد الوقت وين لي بارو ولاو كول والعياذ بالله، ولاو يخلوا ولادهم وبناتهم يتحبوا نورمال. كاين ميم لي السلام عليكم، صافا وليدي؟ ماشي انت اللي تخرج مع بنتي؟ كنت نخرج مع بنتك. علاش راك دير هكذا يا وليدي؟ والله غير لو كانت تشوفها مسكينه والله غير راهي في حاله تبكي، ساعفها شويه. ما نقدر، سمح لي والله ما نقدر. علاش هكذا يا وليدي؟ علاش تصعب فيها؟ يرحم بابك عاود خرج مع بنتي. في وجهي في وجهي. هاي 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 حاجه والله غير كي حشمتني في وجهك. هاي خلاص. هاي بارك الله فيك، لا شيء ان شاء الله تجوز للدار. هاي نستناك. كاين ميم لي ولاو يحتفلوا بعيد الحب نورمال بلا ما على بالهم كاع الخلفيه العقائديه تاعو، مي فريمون بروبليم مادام كاين اللي هكذا. جوايو سان فالونتان. في حياتك وحياه كامل اللي تحبهم. امين امين. تعرف شوف كاين واحد كنت نكرهه ماكاش حتى اليوم قال لي نحبك. سبحان الله يا خويا، شوف البركه تاع سيدنا فالونتان كيجي يا خويا. وانتوما كيف تجوزتوه بيان؟ شويه شويه والله غير باك الشيكولا اليوم نهار كامل وانا ناكل فيها ورجعتني كرشي. راك تعرف راح تنغافر، درت على ليزاك ستاوي كامل يا خويا، مازالت غير امينه دوك نطلع لعندها تجبت لها كادو يا خويا. سبحان الله يا خويا، هادا من خرجت من دارهم بسكياك على بالك كانت معايا بكري. على بالي على بالي قبل ما الله يبارك، حكات لي حكات لي. يبقى على بالي راكم بخير. مي كي تكبر شويه راح تفيق باللي هاد لي ريلاسيون هادوما كامل ما كاش منهم، باسكو الحب تاع الصح والحب الحلايلي عمرو ما كان قبل الزواج، مي مور الزواج. مالا ما تعيوناش بهاد لي زيستوار، وعسوا ولادكم عسوا ولادكم، باسكو دوكا الدراري صغار وراهم يتحبوا. الو يسرى، واحد لي زيد يسرى قالك الميمار راح يقول لي ليا. ايه راك تهضر مع يسرى؟ واش دخل بنتي الحرمه؟ عليها بلوكاتني في الفيسبوك. هذه اللي قال لك الحب ما أزيد له الماء، أرميه في بيت الماء، غير إذا زهرت الغيوانية. كانت هذه الفيديو تاع اليوم، جيسبر تكون عجبتكم. إي قبل ما تروحوا اضربوا دورا لهنا لهنا، أبوني فلاشين يوتيوب، هكذا باش يولي يلحقكم كل جديد. وزيد لكم حاجة، أنا هضرت على الحب ومن هنا، بصح باش نصارحكم ما. أنا تاني عندي وحدة نحبها ونموت عليها، وندير لكم ديفيو لو كان لا فيديو هادي تلحق 100,000 جام في اليوتيوب لهنا لتحت، نوعدكم باللي ندير لكم تصويرتي معاها وتولوا كامل تعرفوها. اي نظرة هكذا باش على بالي بلي امبوسيبل تلحق 100,000 جام لتحت. الله يفارقنا بلا ذنوب يا منعاش. ايه كليكيو هنايا دوك تخرج لكم باجا هكذا باش تابوني فلاشين يوتيوب، رانا اكثر من 600,000 واحد. ما نقول لكم يعطيكم صحة، وما تنساوش التحدي اللي درناه تاع 100,000 جام في اليوتيوب، كلمة من عندي باللي ندير لكم تصويرة تاعي مع اللي نموت عليهم.